وخلينا اقول برضو حضور مجلس اداره النادي الاهلي او اغلب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي النهارده المباراه، فده كان دعم كبير جدا وثقه غاليه من مجلس الاداره للاعبين. شفنا الاستاذ العامري فاروق موجود، شفنا الاستاذ محمد الضماطي، مهندس محمد الجرحي، شفنا مهندس محمد سراج، بيتهيألي الاستاذ طارق قنديل كان موجود تقريبا كمان، يعني تقريبا اغلب اعضاء مجلس الاداره كانوا موجودين، وده دعم كبير جدا لطبعا لاعيبه والثقه. يعني انت لما تكون بقى خسران الجوله اللي قبل الاخيره وكل مجلس اداره بيدعمك بالشكل ده، اكيد دي ثقه غاليه، وقبلهم كان جمهور النادي الاهلي كمان بيدعم هذا الفريق.